مساء الخير استاذ شبكي، ومساء الخير على كل المصريين، ودايما بخير يا رب. كل سنة وانت طيب، وكل عام تقدير واحنا طيبين وبألف خير حتى في هذه الأحداث الساخنة المحيطة في العالم. يعني تحس بقيمة تحرير سيناء. طبعا يعني حضرتك تفضلتي وقلتي قدمنا الكثير من أجل سيناء، من أجل الحفاظ على هذه الأرض المقدسة، ومن أجلها خضنا أيضا حروبا مقدسة منذ حرب الاستنزاف، تلك الحرب العظيمة جدا بعد 67، ثم حرب أكتوبر، ثم حرب شرسة ضد الإرهاب المنظم الممول الذي كان يستهدف إشاعة الفوضى والاضطراب في سيناء ومحاولة عزلها عن الوطن. ما جرى بعد ذلك يعني على مدار 10 سنوات، سواء كان على مستوى مواجهة الإرهاب ودحر هذا الإرهاب، وكان يعني هناك فلسفة للحكم وللقيادة السياسية في التعامل مع سيناء أمنيا وتنمويا، ويعني ليس فقط حمايتها بقوات منظمة وبالسلاح، لا أيضا حمايتها من خلال تنمية سيناء شمالا وجنوبا شرقا وغربا. كيف تكون سيناء أو كيف صنعنا واقعا جديدا في سيناء على أنقاض سنوات من يعني اختلفت وتغير وجه سيناء كاملا، سواء على مستوى المدن نجد الآن مدن ذكية مثل رفح الجديدة، صحيح، مدن بئر العبد والتجمعات البدوية التي قامت الدولة بإقامتها لتتناسب مع طبيعة وبيئة أهلنا في سيناء، الطرق والمحاور التي تمت، الأنفاق في الجنوب، جنوب سيناء وشمال سيناء، ليكون مدة الانتقال إلى سيناء لا يصغر 20 دقيقة، بعد 5 ساعات كانت، صحيح صحيح، الكباري والعائمة ومشروع التجلي الأعظم لتحظى سيناء بما يعني تمثله من قيمة روحية ودينية يعني لكل الأديان. يعني سيناء تلك التي تجلى عليها الله عز وجل لسيدنا موسى وكلم سيدنا موسى، طبعا يعني لأول مرة يتم الالتفات من يعني الالتفات من القيادة السياسية لتنفيذ مثل هذا المشروع السياحي الروحي الرائع. أيضا لدينا من المشروعات طبعا البيئة أو البنية الأساسية تغيرت تماما، يعني ما يقرب من 700 مليار جنيه نتحدث عن تنمية سيناء، وبالتالي لنا أن نتخيل كيف غير هذا الرقم الوضع والجغرافيا وطبيعة سيناء، استصلاح أراضي، أكبر محطة تحلية مياه، الاستهداف أن يكون هناك أكثر من 2 مليون نسمة موزعين، صحيح، على المدن وعلى المناطق المختلفة، حتى الاهتمام بالبدوي المصري الأصيل اللي هو أيضا يد بيد مع القوات المسلحة، صحيح، ومع مصر، بدأ هو كمان يحس أنه جزء من هذا النسيج. بقينا نشوف يعني حتى مباني خاصة بهم بطبيعتهم، اندمجوا في المدارس واندمجوا وموجودين في كل المشروعات، فأعتقد هي بقت يعني وحدة متكاملة. يعني ما جرى في سيناء على مدار السنوات لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، ده أولا من حيث التنمية، وتخصيص مثل هذه الميزانيات أو الضخمة جدا لتكون تنمية متكاملة وشاملة. نتحدث عن مناطق عمرانية جديدة ومدن جديدة، نتحدث أيضا عن المحاور المرورية في داخل سيناء، نتحدث أيضا عن الجامعات، 3 جامعات تقريبا، 8 جامعات جديدة بفروعها المختلفة وتنوعاتها العلمية. سيناء الآن قادرة على ان هي يعني بمساحتها اللي هي 6% من مساحة مصر، قادرة على انها توفر لنا 350 الف فدان بعد معالجة، بعد اقامة يعني اكبر محطة تحلية مياه، وايضا سرابيوم، وايضا يعني نتحدث عن مشروعات متكاملة واهتمام غير مسبوق بسيناء، لان ده هذه التنمية هي الضمانة الاساسية للحفاظ على الامن القومي، صحيح، المصري فيما يتعلق بال الجهة الاستراتيجية الشرقية. أكيد. وبالتالي القيادة السياسية طبعا تصب عينيها تنمية سيناء، تعمير سيناء، أن تكون سيناء جزء يعني
مساله مرتبطه ارتباط قوي بالدلتا، وبالتاكيد كل ما يجري يصب في النهايه في صالح مصر كلها واستقرارها وامانها، لان كل المخاطر على مدار السنوات وعلى مدار التاريخ كله كانت تاتي من الشرق من سيناء. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيب. الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أشكرك شكرا جزيلا. حتى ظل دايما زي ما قلنا سينا في القلب طول الوقت.